مع كتاب الأذكار. عليكم السلام ورحمة الله. فنسمع باب فضل الذكر والحث عليه. تفضل يا محمد نور. قال: باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. نعم، ولذكر الله أكبر، أي ماذا يخطر في بالك من عبادات؟ فذكر الله أجره أكبر. اثنين: ماذا يخطر في بالك من مخلوقات؟ فذكر الله أكبر من هذه المخلوقات، سواء هذه المخلوقات تعبد، تحكم، تتحكم، فذكر الله أكبر. الله أكبر. وبالتالي دائما كن على ثقة بالله جل في علاه. ماذا يخوفونك؟ ذكر الله أكبر، الله أكبر. نعم، فاذكروني أذكركم، هذا هو المطلوب. دائما أن تكون على ذكر الله، دائما تكون في ذكر لله، دائما تسبح تستغفر، وأنت تمشي تسبح وتذكر الله. إذا أردت أن تنام تسبح تذكر الله. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن هذا هو شرط حتى لا تكن من الغافلين. ما هو الشرط حتى لا تكن من الغافلين؟ ما هو الشرط حتى لا تكون من الغافلين؟ واحد: أن تذكر الله في الصباح والمساء. روح توكل. طيب حبيبي توكل. اثنين: أن تذكره في نفسك سرا. ثلاث: أن تذكره علانية. فيا من أردت أن لا تكن من الغافلين، اسأل نفسك: هل تذكر الله في نفسك أي سرا؟ اثنين: هل تذكر الله بين الناس؟ ثلاث: هل تذكر الله في الصباح والمساء؟ نسمع. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن لم يقل واذكروا الله، قال كثيرا. لما؟ لأنه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ومن يعش أن يضعف. إذن هذا الذي يضعف عنده ذكر لله، لكنه ذكر ما به ضعيف، فماذا ترتب على ذلك؟ تركيش على الحيط عمو، تعال تعال حبيبي هون، الله يرضى عليك. ماذا يترتب على ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصول الفلاح يترتب على هذا الذكر الذي ضعف أن الشيطان يتحكم به.